أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روشيتا. في برنامجكم روشيتا بنقدم لكم النصيحة والمعلومة الكافية والدقيقة والحديثة من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن أمراض الثدي عند النساء، وهيكتب روشيتا النهاردة الدكتور أحمد سعد، عضو كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو وأخصائي الجراحة العامة. بنرحب بحضرتك معانا دكتور. أمراض الثدي عند النساء حقيقة يعني بتتعدد وبتتنوع وبتبدأ كمان من سن مبكر. كثير من علامات القلق يمكن في سن مبكر عند الفتيات في سن البلوغ، وبتوصل لحد يعني مرحلة متقدمة من العمر عند النساء، يعني مش بتتحدد في سن معين. فعايزين نتعرف من حضرتك، يعني تدينا كده خلفية عن بعض أمراض الثدي عند النساء. تمام. هو حضرتك الأول، هو الثدي دوت عضو في الجسم، وعلى فكرة هو موجود عند الراجل وعند الست، والفكرة في الشكل اللي هي بتاخده البنت عند البلوغ، إن ربنا جعل العضو دوت له وظيفة معينة. الوظيفة ديت عند النساء فقط، هي وظيفة الإرضاع، فبتبتدي تشتغل هرمونات الأنوثة عليه خصوصا بعد سن البلوغ عند الفتيات، وياخد الشكل المعروف اللي احنا بنشوفه. وطبعا مع الحمل وبعد الولادة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الجسم يفرز هرمونات تانية عشان الست ترضع والحياة تمشي زي ايه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد لها. يعني حبينا يقول يا دكتور عند الفتيات البالغات في سن مبكر. تمام. وده بيثير قلق حتى الأمهات، لأن البنت قبل ما تتزوج وقبل ما زي ما حد كده يعني الثدي يقوم بوظيفته في الإرضاع، بعض الفتيات في سن البلوغ بتبتدي تشتكي من بعض الآلام في منطقة الثدي. فتفسير حضرتك إيه أسباب هذا الآلام؟ الأول تمام، قبل ما هتكلم في النقطة دي هستأذن حضرتك، عايز بس أقول إن للأسف أغلب الستات بيخافوا جدا من موضوع الثدي ده البعبع بتاعهم اللي بيخوفهم، مع إن 85% من أمراض الثدي حميدة، وإن شئنا قلنا من أورام الثدي. مش إحنا هنتطرق لحاجات كتير، مش موضوع ورم بس، هنتكلم عن الأمراض التانية اللي هي مش أورام. هي دي رسالة مطمئنة وحاجة كويسة. أنا عايز الناس تطمن. أي ألم أو أي إفرازات أو أي شكوى في هذه المنطقة بتعمل يعني حالة من الوهم والهلع عند السيدات، فدي رسالة اطمئنان كويسة، وده بندعو المشاهدين إن هم يتابعونا لمزيد من الاطمئنان. تمام. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا عند الفتيات البالغات. في حاجتين عند الفتيات البالغات بيقلقوهم جامد. موضوع الألام اللي بتيجي للبنت في الثدي في وقت معين من كل شهر، والموضوع التاني إنها تحس بورم خفيف كده بنسميه لمب، ورم صغير. ورم صغير في الثدي اللي بيطلق عليها الفارة، بيسموها فارة الثدي، انها تيجي تمسكها تهرب منها، تبقى مكلكعه كذا كوره او البليه بس تهرب. انا عايز اول حاجه اعمل اوجه رساله اطمئنان في موضوع الالام اللي بتيجي للبنت في منطقه الثديين، ودي بتبقى مستمره في اوقات معينه، يعني حتى عند كل عند بعض البنات وليس كل البنات، وساعات بتيجي بصفه دوريه وما بتجيش بصفه دوريه، والسبب فيها هو هرمونات التبويض. ان حضرتك عارف ان البنت او الانثى لها دوره تبويض معروفه، اللي هي بتبدا عندنا احنا في الطب بالمنستريشن سايكل، اللي هي البيريود، اللي هي الدوره الشهريه اللي بيقولوا عليها، اللي هو الدم 28. هي 28 ده عند ده الغالبيه. لكن انا بتكلم احنا بتبدا من اول يوم يجي لها فيه المنستريشن. عندنا بقى في منتصف، لو قلنا ان هي بتجيلها 28 يوم، عند اليوم ال 14 تبتدي البنت تحس بالالام بتاعه الثدي، وتبقى خايفه ومرعوبه، وتيجي تلمس ثديها تتالم. احب اطمنها ان ده شيء ما يخوفش، ده غالبا بيبقى نتيجه الهرمونات، ولكنه مش التهاب. لا مش التهاب، بنسميها مستالجيا، الام نتيجه الهرمونات بتاعه التبويض، لان التبويض غالبا بيحصل في الوقت اللي هو منتصف الدوره الشهريه، منتصف 28 يوم. لو سلمنا بالغالبية من الستات ان دورتهم 28 يوم، يعني الدورة بتاعتهم دورة الهرمون، دورة الهرمونية 28 يوم، لكن الدورة الشهرية عادة بتبقى 6 ايام او 7 ايام عند غالبية البنات. طيب، هي بتشتكي وبتتألم ومرعوبة، انا انصحها ان هي تهدى اولا، بعد كده تلبس في الفترة دي حمالات صدر، لو هي ما بتلبسش
حملات الصدر بترفع الثدي وبتمنع حركاته الكتيرة فبتقلل التألم. لو زاد الموضوع قوي نديها تدهن بزيت البرافين، ده برضو بيريح شوية. طيب لو زاد قوي لا بتروح لدكتور نساء بيبتدي يوصف لها بعض الايه بعض الأدوية اللي هي ايه تقلل حدة الهرمونات شوية فتقلل الموضوع دوت. ساعات بتيجي بصفة دورية وساعات ما بتجيش بصفة دورية، والاتنين لهم علاقة بالهرمونات. يعني العلاج بتاعه ممكن يكون هو مسكنات فقط؟ مش مسكنات، ري اشورنس يعني تهدى وتلبس والحمالات وتدهن زيت برافين. طيب لا قلنا ان في بعض النصائح الطبيه بتقول حتى في السن المبكر يعني بلاش ارتداء يعني حمالات الثدي لان لها بعض الاضرار في 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 موضوع الالام ده تلبسها تلبسها علشان ده هيقلل كتير من الالم. النقطه الثانيه حضرتك اتكلمت عليها فارة الثدي دي بترعب كتير من البنات وكتير من الامهات قبل سن ال20. يعني عايز اقول لحضرتك 99% ايه لم يكن 100% في الظروف العاديه من الموضوع ده حميد وما يخوفناش خالص. الفاره دي عباره عن ورم ليفي، والورم الليفي ده بيبدا منين؟ من ساعه الولاده وبيكبر كل سنه ملي. ده هيخليني اسال سؤال وحضرتك نستكمل، هل كده امراض الثدي بتبقى لها بعد وراثي ولا مكتسب؟ طيب ممكن نرجئ الاجابه دي للاخر لما ندخل في قصه. طيب الاورام. طيب اتفضل. علشان كلمه وراثي دي بترعب الناس وبتخوفهم. يعني بترعبهم. في عامل جيني. حضرتك قلت جيني. يعني من ساعه الولاده من ساعه الولاده. لا ده على فكره. هل كده ده وراثي؟ لا لا مش وراثي. هي بتبقى نتيجه تغير معين بيحصل. لا تغير معين بيحصل في الاناتومي او التشريح، صفه التشريحيه بتاعه الثدي، فبتكبر من لذلك مع سن ال 20 سنه ما بتزيدش عمرها عن 2 سنتي. لو احنا حسبنا ملي كل سنه فما بنقلقش خالص تحت ال 20 ما طب من 20 بقى ل 25 لو زادت عن 2 سنتي نقلق بس ما نخافش قوي، يعني نقلق ونبتدي طب ما نستأصلها ونستأصلها ونخلص. ما هو انا هستأصل مش هنا بقى، هستأصل لو هي اكتر من 2 سنتي، كان اقل من 2 سنتي عايزه تستأصل تستأصل. وفعلا كتير من البنات بيجي لا انا شيلها لي، او الامهات شيلها للبنت انا خايفه، انا خايفه تتحول. هل بتعمل الام؟ لا ما بتعملش الام، على فكره مش مؤلمه خالص، مش مؤلمه، وده وهي حميده برضو ما بتؤلمش، بس هي طبعا حاسه ان في حاجه غريبه فيها. فطبعا احنا بنبتدي نتعامل معاها لو هي قلقانه منها قوي ان احنا بنعمل لها اشعه تلفزيونيه. طب يعني امتى تروح للدكتور؟ يعني امتى تسيبها ونقول دي حاجه طبيعيه، وامتى تروح للدكتور عشان تطمن؟ ما احنا قلنا لو هي حاسه ان هي كبيره شويه وغالبا عشان يعني هل هتقدر تتعرف على حجمها من خلال الفحص الذاتي مثلا؟ ممكن من الفحص الذاتي يعني تقدر كده. هو عموما هقول لحضرتك هو كده كده هي هتروح للدكتور، هي مجرد ما تحسها هتروح. يبقى نقول لها اول ما تحسيها عشان اطمئنها تروح للدكتور حتى يعمل لها زي ايه تاهيل نفسي ويعرفها ويشرح لها الوضع شكله ايه. فهي لو اقل من 2 سنتي احنا ممكن نسيبها ما نشيلهاش، اكتر من 2 سنتي لا بنشيلها ونحللها وغالبا ان شاء الله بتكون حميده، بس احنا بنشيلها عشان نبقى ايه نبقى مطمئنين. ده بالنسبه لايه لفاره الثدي وبالنسبه للايه للالام اللي دول غالبا بيصيبوا البنات البالغات الغير متزوجات تحت سن الايه تحت سن ال 20. طب لو حبينا نتكلم يعني واحنا في هذه النقطة نتكلم عن الفحص الذاتي، يعني ايه الطريقة السليمة للفحص الذاتي ومن امتى تبتدي الفتاة او المرأة يعني البنت البالغة اول ما توصل 20 سنة تعمل لنفسها فحص ذاتي كل شهر مرة على الأقل. بتقف قدام المراية، والحاجات دي مشروحة على اليوتيوب على فكرة في من مصادر موثوق فيها، تتعلم ازاي تفحص لأن في أوضاع للفحص. في وإيديها جنبها، في وإيديها في الحوض، في وإيديها ورا راسها، في إنها بتطلع لقدام، في ترفع كتفها، في وهي نايمة على ظهرها. فبتعرف من الفيديوهات ديت طرق الفحص الذاتي اللي المفروض هي هتتعلم. تفحص إمتى؟ بعد انتهاء الدورة الشهرية بإيه؟ بيومين كده ولا حاجة. تكون إيه؟ العملية الهرمونية هديت عندها والدنيا تبقى سهلة بالنسبة لها. طيب امتى بقى تروح لدكتور؟ ده بقى لسه طويله عريضه كده في الفحص الذاتي. لو لقيت حست ان في ورمه تحت ايديها، لو شافت شكل الثدي الجلد لونه بيتغير،
لو في افرازات بتطلع من ثدييها، ومش شرط الافرازات دي تبقى خبيثه على فكره، بس هي تروح علشان تطمن، وعلشان برضو لا قدر الله لو في حاجه خبيثه احنا نلحقها بدري. كل ورم الثدي بالذات دلوقتي عاد لما يتلحق بدري خلاص كانه وحضرتك بتتكلم عن الافرازات، يعني امتى تقلقنا الافرازات وامتى ما تقلقناش، وازاي نعرف منها ان الموضوع كده مرض؟ لو افرازات بس ومدممه تخوف، بس مش شرط انها تبقى خبيثه، لكن احنا لازم نقلق منها. لو اي افرازات تانية مع تغير في شكل الثدي برضو لازم نروح للدكتور او الجراح. الجراح بالمناسبه عشان ناس كتير بتخطئ وبتروح لطبيبه النساء. طبيبه النساء لو في الام من اللي احنا قلنا عليها الشهريه ديت، دي طبيبه النساء او طبيب النساء بيتعامل معاها، لكن اي شيء له علاقه تانية بالثدي مع الجراح، مع طبيب الجراح، مع الجراح. وطبيبه النساء وطبيبه الاطفال تعلم ازاي ترضع، يعني تعلمها ازاي ترضع الوضع الطبيعي ازاي ازاي ازاي، لكن اي امراض او اي حاجه غير طبيعيه لا، مع الجراح. يبقى الافرازات فقط نقلق لو مدممه، غير كده افرازات اي افرازات، اي افرازات. طب افرض حضرتك افرازات دي لبن حتى لو مش بترضع، وفي هرمون البرولاكتين اللي في الغده النخاميه بتفرزه، لو زايد بيعمل كده، بيعمل بيجيب لبن، فلازم برضو تروح علشان نفحص ونشوف. ممكن يكون زيادة في الهرمون، طب نعرف زيادة الهرمون دي هرموني. هل في تضخم في الغدة النخامية، أم هل هو بس زيادة نشاط، هل ويبقى في علاج له. طب نبدأ برضو من السن المبكر، وهنتكلم بصفة عامة عن حجم الثدي. يعني أحيانا بتبقى البنت يعني حجم الثدي بالنسبة لعمرها اكبر شويه، فالام بتقلق، او يعني اما تدخل في مرحله البلوغ ويبقى حجم الثدي اصغر شويه، فهنا نروح لطبيبه النساء ولا للجراح، ولا يعني امتى نقول ان الوضع محتاج ان احنا برضو كحجم تروح لدكتوره النساء. اما الجراح دايما بيشتغل على الحاجه اللي هي الحاجه اللوكالايزد اكتر، يعني الحاجه الموضعيه، في ورمه في الثدي، في احمرار في الجلد، في افراز، لكن مفيش تدخل تجميلي سواء في يعني في حجم مثالي يعني او كده. يعني احنا بنقول طبيب حضرتك، احنا هندخل كده في موضوع تاني. لا لا احنا نستنى. لا 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 انا اخليني اتكلم. لا احنا هنتكلم تخصص جراحه يعني. يعني احنا كده بنخش بقى في موضوع فانتاستيك شويه، يعني انا عايز اتكلم في موضوع امراض الثدي اكتر. طيب تمام، يبقى بس نقول برضه انا ممكن اتكلم في النقطه دي في يعني لما نيجي نتكلم بعد استئصال الثدي. طيب. نقول ايه الحاجات المتاحه لحاجه زي كده، سواء حجم الثدي صغير او كبير، ده ممكن يبقى طبيبه النساء تدي نصيحه. هي هتشوفه وهتفحصه وتعرف الوضع في ايه، زي ما اي واحده ست هتتعلم الفحص الذاتي بعد كده، او اي بنت تعلم الفحص الذاتي، هتعرف امتى في حاجه غلط او ما فيش حاجه غلط. طب لو حبينا نروح بقى للتكيسات، يعني حضرتك قلت لنا البنت قبل البلوغ ممكن يظهر عندها اللي هي الكلكيعه دي، الكوره اللي بنسميها الفاره. طيب التكيسات بقى حضرتك تدينا الاعراض بتاعتها. هو التكيس الثدي البنت بتحس، مش البنت بقى، غالبا بيجي للست في عمر مش متقدم، يعني ايه مثلا بعد 30 سنه بسبب شغل الهرمونات فتره طويله على الثدي، فبتحس برضو بحاجه ايه، بحاجه مش طبيعيه، فبتروح للدكتور، فبتدي يعمل لها اسسمنت، يعمل لها اشعه تلفزيونيه او ماموجرام على حسب. طلع عندنا تكيس، بنشوف هل التكيس ده واحد كيس واحد ولا اكياس متعدده، ونبتدي بناء عليه احنا انا كجراح ابتدي اخد اجرائي معاه في كذا حاجه، انا اشخص الكيس ده حميد ولا خبيث، سواء بالاشعه او سواء بالسحب وتحليل السائل، او سواء من الاعراض اللي انا بسالها عليها. فبرضو اغلب التكيسات فايبروسيستيك ديزيز عند الستات بتبقى حميده، عشان برضو الستات ما تخافش من الايه، من القصه دي. يعني التكيسات حميده او اغلبها حميد، اغلبها حميد، لكن في كياس خبيثه، عشان برضو يعني في تكيسات في كيس ممكن يبقى خبيث، في يبقى خبيث، بس ما بيبقاش الوضع عادي. هل التكيسات دي بتعمل التهابات؟ طبعا ولا الكيس نفسه ممكن يبقى ملتهب ويعمل الام وكده. طيب بالنسبه بقى للالتهابات الثدي، يعني الموضوع حلو قوي على فكره، التهاب الثدي ده كويس ايه اسبابها؟ السؤال ده لان ده شائع جدا عند الستات، وخصوصا الستات اللي بترضع. انا عندي في التهاب احتقاني عند الست اللي بترضع، وفي التهاب غير احتقاني ده بصفه عامه، وفي الخراج.
طب الالتهاب الاحتقاني ده واحده ست بترضع بس مش منتظمه في الرضاعه بتاعتها، فبيحصل احتقان للبن، لان دي افرازات، دي غدد لبنيه بتفرز لبن ما طلعتش بره في الشارع سواء للمولود او غير او حتى هي عصرته ونزلته، فبيحصل نوع من الاحتقاد يجي عليه بكتيريا يعمل التهاب شديد جدا واحمرار وسخونيه، والست تتألم جامد، وممكن يعمل لها احتقان بس من غير التهاب. فهنا له علاج وهنا له علاج، لكن الوقايه خير من العلاج. الست المفروض على الاقل كل ساعتين تفضي صدرها، لو مش هترضع كل ساعتين يبقى تفضي اللبن اللي في الثدي في اي حاجه، حتى تعصره في الحوض بحيث ان هي تريح صدرها من الاحتقان. الطفل هو بيرضع ممكن يعض مامته، يخدش الحلمه، وبقنا كلنا فيه زي ما بنقول بكتيريا تكافلية. هي عندي أنا تكافلية، خرجت راحت لحد تاني ممكن تبقى بكتيريا باثولوجية بتمرض. حتى عندي أنا لو اتجرحت ودخلت البكتيريا دي مثلا في جرحت لساني أو جرحت شفتي بقت خلاص بتتحول لمرضية، هي موجودة في البيئة دي بس خرجت عن البيئة تمام، فده طبعا بيسبب للأم التهاب، وممكن يبقى فيه صديد وفي احمرار وألم شديد جدا. تروح بقى للجراح يبتدي يوصف لها كمادات ميه بارده او ميه دافيه في للألم وفي للورم، ويديها مضاد حيوي مناسب. احنا بنبقى غالبا عارفين نوع البكتيريا غالبا، فبنبدا بحاجه معينه بس طبعا بنخليها تعمل مزرعه لو احنا شكينا ان في حاجه ثانيه قبل ما تبدا مضاد حيوي، وتاخد كورس مضاد حيوي بتاعها وتاخد مسكنات وبتريح والدنيا بتبقى تمام. طب يعني حضرتك بتقول المسكنات، ودي برضو يعني عايزين نصيحة حضرتك، وخاصة ل يعني اللي بتجيب أول مرة بيبي، يعني اللي لسه حديثة الزواج. تمام. الرضاعة بالنسبة لها بتبقى مؤلمة وخاصة في البدايات. ولو خدت مسكنات هتأثر على لا أنا عمري ما أقول لها خدي مسكنات عشان الرضاعة. لا تتعود على كده، لكن لو في حاجة تستدعي المسكنات طبعا في نوع معين من المسكنات هو اللي مسموح بيه علشان ما يأذيش الايه؟ ما يأذيش البيبي. طيب لو حبينا نقول بقى، وحضرتك بتقول بنفرغ صدرها كل ساعتين لو الرضاعه يعني طولت اكتر من كده، في بعض الاطباء بينصحوا باجهزه زي الشفاط، فبرضه الشفاط ده بيبقى مؤلم، فهل له ضرر انه يعني وهو بيشفط من الغدد اللبنيه يعني؟ ده يرجع، لا مش حكايه ضرر، هو يرجع لطريقه استعماله، هي هتستعمله بعنف ولا هتستعمله خفيف خفيف. وهي في ستات بينفع معاها شفطات، في ستات ما بتتحملهاش. في كل الاحوال الطريقه البسيطه انها تعصر صدرها بالراحه كده من عند الهاله جنب الحلمه، بيريح خالص وبيريح الدنيا وبتبقى ما فيش عندها اي مشكله. طيب لو حبينا نقول برضو الرضاعه الطبيعيه واهميتها بالنسبه لصحه الثدي، وهل الفطام المبكر له اثار مرضيه او سلبيه على الثدي، صحه الثدي لدى المراه؟ هقول لحضرتك على حاجه، انت عارف المراه اللي بترضع الرضاعه الطبيعيه احد اسباب الوقايه من سرطان الثدي. يعني حتى الستات اللي ما بترضعش لما بيجي لهم سرطان ثدي بنعرف ان حتى بنسالها بنقولها انت، في ناس كتير منهم بيقول لك انا ما برضعش طبيعي، اما انها ما خلفتش او اما انها لا انا ما في ستات كده تقول لك انا ما رضعش، يعني ايه الرضاعه دي؟ الرضاعه دي مش مستسيغاها، وده طبعا غلط. ان ده في نسبه مش كتيره يعني بيهتموا بصحتهم او تخاف تقول لك هيخدشني هيعورني هيجيب لي خراج، والخراج يعني هنعمل عمليه هنعمل مش عارف ايه. وبالمناسبة عايز برضو أتكلم عن حتة الخراج دي عشان دي شائعة عند لا ده مهم فعلا وكيفية التعامل مع الخراج. كنا زمان الثدي خراج نفتح وننظف، دلوقتي عدنا ممكن على حسب الوضع ايه وشكله ايه ان انا اسحب بإبرة محتوياته عن طريق الأشعة التلفزيونية، اما يساعدني اما لو انا يعني محترف في القصة ديت ومعايا دورة تدريبية فيها انا كجراح، او اما عن طريق دكتور الاشعه التلفزيونيه، ويفضل يكون دكتور الاشعه التلفزيونيه ونتابع على مدار الايام. لو كل يوم احسن من اللي قبليه، لقينا الحجم بيقل الاحمرار بيقل مع طبعا العلاج اللي بنديه للست اوكي، لكن لقينا الدنيا زي ما هي لا لازم افتح وانظف.
واكبر غلط ان انا ادي مضاد حيوي من غير مفتح او من غير مسحب. ده ما بيعالجش الخراج، ده بيحوصل الخراج ويحوله لخراج مزمن. احنا كنا اتكلمنا على الكلام ده في الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الخراريج بصفه عامه. في ستات انا شفتها قبل كده يجوا عندهم، عندي ورمه هنا يا دكتور في دوله عربيه، عندي ورمه هنا يا دكتور بقالي قد ايه؟ ماما بقالي سنه. طب اللي هو قالك كانت بدات معايا بخراج والطبيب عطاني مضاد حيوي مضاد حيوي مضاد حيوي وما خف. طب هو بيألمك؟ لا ما بيألمنيش، بس الورمه دي شكلها ايه؟ فطبعا حتى احنا فتحنا يعني من غير ما نفتح حتى ونشيل ونستأصل، احنا استأصلناه وطلع بعد كده خراج مزمن. فهو طبيعي الخراج تديله مضاد حيوي يعمل حاجه اسمها انتي بايوما، يروح متحوصل حواليه زي غشاء ومتحول كانه كيس دهني. هو مش كيس دهني لكن زي كيس دهني، زي ورم ليفي، زي هي تحسه بالشكل ده. طبعا طول ما هي عندها الوضع ده عفريت ركابها لا يمكن. الست طبعا عموما ورم في الثدي ده بعبع، لا ايه ده؟ بس هي لا حق تقلق برضه طبعا ماشي صح. والرجاله المفروض برضه يعني يهتموا بصحه المراه، ان الموضوع ده ما يهمش الست بس، يهمنا كلنا. لان انا حتى كراجل الست دي او البنت او المراه ديت يا اما بنتي يا اما اختي يا اما امي يا اما زوجتي، فهي بالنسبه لي مهمه جدا طبعا. بس فلازم في بعض السيدات يعني بيشتكوا من يعني بيقلقوا من تغير اللون يعني أو لون او شكل الثدي، فهل ده يعني حاجه مرضيه ولا يعني طبعا تغيير طبيعي؟ تغيير لون الثدي له كذا سبب. يعني مثلا احنا لو قلنا لون معين في منطقه معينه، ما هو ممكن يجي لها حساسيه ارتكاري اكزيما، يجي لها حاجه من الحاجات دي، لكن مصحوب بورم، مصحوب بتقرحات، مصحوب بالام مؤخر، مصحوب بافرازات، ده طبعا حاجه تخوف، حاجه تخوف. فلازم طبعا تروح للدكتور يكشف عليها. ممكن يطلع التهاب عادي وممكن يطلع بدايه سرطان او يطلع حتى سرطان يعني سرح شويه. يعني اللون ده بيظهر في صوره مثلا بقع لونيه معينه ولا خطوط مثلا؟ مش عايز اقول الاعراض ولا العلامات علشان ما اخوفش الستات، لكن انا بس ممكن عشان ندي حاجه مؤشرات يعني لو حصل قرحه ومع تغيير مع ورم مع تقرح او اللون بقى يتحول للون اسود مثلا، لا تروح. حصل شكل الجلد بقى مجلد زي ما بيقولوا او سمك وكبر عامل زي مثلا قشره وشكل قشره البرتقال، ده لا لازم تروح، لازم تروح للدكتور طبعا ولازم تبتدي الاجراءات بتاعتها. ده نروح لطبيب الجراح، الجراح العام، في الجراح العام في كل الاحوال. أوه. طيب وحاج بقى بتقول يعني احنا مش عايزين نخوف الناس يعني، وبنقول ان معظم الاورام حميده 85%. 85%. طب حاج كلمنا بقى عن الاورام الحميده واسبابها وكيفيه التعامل معاها، وازاي نعمل وقايه يعني اننا ما نوصلش لموضوع الاورام سواء حميده او غير حميده. تمام. الوقايه من الاورام الخبيثه ممكن اتكلم عليها، وعكسها هما بقى الستات هيفهموا كلامي. الست اللي هي بيجي لها بيريود الدوره الشهريه بتبدا معاها في سن متاخر مش بدري، ده حاجه من احد اسباب الوقايه. يجي لها انقطاع في الدورة الشهرية بدري، اللي هي بتوصل لسن اليأس بدري، هي بتزعل، لكن ده بيقيها من أورام الثدي الخبيثة. ليه؟ ليه؟ لأن أنا بقلل الفترة العمرية لشغل الهرمونات على الثدي. الست اللي ما بتاخدش علاج هرموني بعد انقطاع، ده برضو حاجة كويسة. الست اللي بتمارس الرياضة، ده حاجة كويسة. الست اللي بترضع، الرضاعة هنا بتقي من امراض الثدي الخبيثه زي ما قلنا. الست اللي هي بتخلف بدري، ما بتخلفش متاخر، بتخلف بدري في سن مبكر، ده برضو احد اسباب الوقايه من اورام الثدي الخبيثه. طب يعني لو حبينا نقول بقى، هل هناك علاقه ما بين وسائل تنظيم الحمل وامراض الاورام الثدي؟ وسائل تنظيم الحمل على اساس ان هي مش بتخلف كتير فمش بترضع كتير، حضرتك لو هناخدها من الناحيه دي
وانا عايز اخدها ما من انا ناحيه عايز اقول علاقه لحضرتك الهرمونات. ما هو يا فندم انا هقول لحضرتك على حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى عامل معادلات جميله جدا في اجسامنا. يعني مثلا طبيا الست اللي بترضع كتير، الست اللي بترضع كتير ديت بتحمى من اورام الثدي الخبيثه. طب ما الست برضو اللي بتولد كتير وجدوا ان احد اسباب سرطانات عنق الرحم الست اللي هي بتولد كتير، يعني في حاجات زي كده، فهي معادله. فمش عايزين ندخل قصه وسائل تنظيم الاسره هل هي تؤدي الى اورام او سرطانات او كده. ما انا برضو عايز ادي الست فتره انها ترتاح وتريح نفسها بين كل طفل وطفله. طب ما برضو هي لما بتريح نفسها من الرضاعه فتره برضو بتحمي ثديها من الالتهابات، بتحمي ثديها من عضه الطفل، من المشاكل، من حاجات زي كده. لكن ما بقولش ما تخلفش خالص. فتنظيم الاسره يعني مش عايز اقول تعمل عليه دراسه في حاجه زي كده. يعني هو طبعا كلام حضرتك مظبوط، ولكن هو يعني انا عايز اقول ان في علاقه ما بين اورام الثدي والهرمونات او الخلل الهرموني. ففي بعض الدراسات قالت ان مثلا في بعض انواع التدخلات الخاصه بتنظيم الحمل يعني بتعمل خلل هرموني لدى المراه وبتبقى احد مسببات بص حضرتك، الاورام. هو الهرمون الاستروجين هو ده الهرمون اللي ممكن نقول ان هو احد اسباب، لو في سبب هرموني هو احد اسباب حدوث الاورام، هرمون الاستروجين وليس هرمون البروجسترون. وسائل الحمل اغلبها فيها بروجسترون، فالبروجسترون ما يخوفش قوي عشان نبقى ايه، نبقى متفقين. فبرضو انا عايز اخرج من الموضوع ده عشان الموضوع ده هيرعب الستات شويه. واحنا بس عايزينهم يبقى عندهم الوعي الكافي اللي يعرفوا من خلاله يختاروا افضل الخيارات الخاصه بهم لتقيهم من حدوث اي مشكله، بعيد عن موضوعنا، وياخدوا المشوره من طبيبه النساء وهم اخبر مننا من الموضوع ده. طيب واخبر مننا انهم يختاروا الوسيله ناخد المناسبه. اتصال من اتفضل. هاني من سوهاج. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. لو سمحت عايز استفسر الدكتور على حاجه. معاك الدكتور احمد. لو سمحت، عندي المدام عندها حساسيه للصدر. عندها ايه؟ حساسيه هرمونات. حساسيه هرمونات. ايه حساسيه هرمونات دي؟ حساسيه هرمونات. ايوه، يعني عندها في الحلبه بتهرش فيها كتير وتتعبها؟ على حساسيه هرمونات. انا خد المدام لو سمحت. طيب اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا دكتور، انا كان صدري دايما بيوجعني. تعالي. في الم. حضرتك عندك كام سنه؟ 30 سنه. 30 سنه بيوجعك من وانت عندك كام سنه؟ لا، هو بقاله يعني سنه. ايوه، بيجي لك في وقت معين في الشهر؟ لا، الشهر كله. الشهر كله بيوجعك؟ بس بيزيد الوجع اما ايام الدوره الشهريه. بكام تيجي يعني؟ قبل الدوره بكام يوم؟ باسبوعين؟ يعني باسبوع. باسبوع. بس آه. الالم معايا الشهر كله، بس بيزيد قبلها باسبوع جامد يعني. برضه ماشي. هل رحت لدكتورة نسا تشوفك؟ بتديني علاج ما بخفش عليه. بتديكي علاج ما بتخفيش عليه. فرحت لدكتور جراحة قال لي عندك حساسية هرمونات. ايوه، ما ده اللي انا بتكلم عليه، اللي هي الالام الشهريه اللي بتيجي نتيجه شغل الهرمونات، ان هي بتشتغل على الثدي وتعمل الالم ده. طيب هل في افرازات بتنزل من الحلمه؟ في افرازات؟ كان في بروح لدكتوره النساء بتقول لي عندك لبن. عندك لبن. طيب هي المفروض تبتدي معاكي بقى تديكي علاج للموضوع ده. ما ادتني علاج فتره طويله، وعملت تحليل هرمون اللبن طلع يعني تمام. طيب ولسه بينزل منك افرازات؟ لا، فما صدري وجعني تاني رحت لدكتور جراحه فنزل افرازات، عملت اشعه تلفزيونيه. ايوه. قال لي عندك حساسيه هرمونات وكده يعني. مش ماشي. ما هو هل قال لك عندك تكيسات؟ جاب لك سيره التكيسات؟ لا، ما جابلكيش سيره التكيسات خالص. ايوه.
بص حضرتك، هو هتستمري معاهم على العلاج وتلبسي حمالات صدر زي ما احنا قلنا، ودكتورة النساء توصف لك علاج لو هرمون اللبن زايد، ده هيقلل جدا من الألم اللي عندك. ومعلش هو موضوع رخم شوية وبيطول شوية. طب ماشي يا دكتور، أنا ماشي، أنا خدت العلاج فخمس شهور وخفيت. أه. بعد الخمس شهور رجع الألم تاني بزيادة وطلعت كلاكية. في كلاكية؟ أه، عملت أشعة بعد الكلاكية دي قال لي ما عندكش حالة. عملت أشعة تلفزيونية؟ قال لك ما عندكيش حاجه. ايوه. ده طيب، والجراح فحصك؟ فحص الثدي؟ اه. طيب بس مع الكلاكيع بينزل افرازات ولا ما بينزلش؟ انا ما بشوفش، مش عارفه الصراحه. هل لو عصرتي الحلمات ينزل؟ لا. طب معلش، انت محتاجه تراجعي الجراح تاني. طيب شكرا على اتصالك وتابعينا من خلال الحلقه. يعني بالنسبة لكلام يعني زوجة الأستاذ هاني، يعني الموضوع شوية ممكن يكون في تكيسات، ممكن يبقى في تكيسات، ممكن يبقى في تكيسات، وممكن يبقى في أورام لفية متعددة. طب وممكن طب يبقى عايزين ندي نصيحة ل يعني زوجة الأستاذ هاني ونقول إيه لما تروح للجراح تاني، إيه الأسئلة اللي تسألها الجراح عشان تطمن وتمشي على هي قلقانة عشان الموضوع طول معاها. هو واضح إن عندها خلل هرموني بيشتغل على الثدي، مع البرولاكتين مع الاستروجين الاثنين شغالين. هو ظهر حديثا لان هي كان بقى لها فتره وبعدين شغالين عكس بعض، او شغالين هما الاثنين على الانسجه بتاعه الثدي، فطبعا عامل لها المشاكل دي. انا عايز اطمنها، اهم حاجه ما يبقاش في عندي علامه من علامات الخطر اللي تقول ان في حاجه خبيثه او حاجه سيئه، وتتحمل شويه، وهي هتحتاج علاج لفتره طويله. يعني هي هتحتاج علاج. طب تسال ايه اما تروح لدكتور الجراح؟ تساله تقول له ايه؟ ما هي مش هي اللي هتساله، بقى الجراح اللي هيسالها. اه انا لا، انا كجراح انا اللي هسالها، هقول لها عندي لسته طويله كده كذا، الدوره جات لك في عمر كام، مش عارف ايه، هل حد من عيلتك عنده كذا، هل هي جسمها مليان ولا رفيع، هل بتمارس الرياضه، هل بتقعد جنب جوزها، هل جوزها بيدخن، بتقعد جنب جوزها بتدخن معاه سلبي، هل هي شخصيا بتدخن ولا لا. دي حاجات كلها مهمه جدا بتساعدني في التشخيص. لكن هو واضح من كلامها ان الدنيا ماشيه في سكه حاجه حميده لكن مؤلمه، فهو ده اللي عامل لها ازعاج. يبقى ترجع للجراح، ترجع للجراح ودكتور النساء الاثنين يشتركوا في علاجها. تمام، بالتنسيق مع بعض. طيب ناخد من كلام حضرتك ونقول بقى، يعني حضرتك قلت مؤشرات هامه، واحنا بنتكلم بقى عن يعني اعراض الاورام غير الحميده. يعني ايه علاقه الوزن، يعني حضرتك قلت رفيع او تخينه، او التدخين او المواد المسكره زي المشروبات الكحوليه؟ والله دي دراسات اتعملت ووجدوا ان التدخين، اصل الدراسه دايما بتعمل ايه، بياخدوا نسبه معينه من الستات اللي عندهم ورم خبيث وابتدوا يفحصوا حاجات معينه، سواء في التاريخ بتاعهم، هل حد من العيله كان عنده ورم، هل اول سن جالها في الدوره الشهريه كان سن مبكر ولا سن متاخر، هل انقطعت الدوره بدري ولا ما انقطعتش، هل هي بتدخن ولا لا، هل هي بتمارس الرياضه ولا لا، هل هي وزنها تقيل ولا لا. الحاجات دي كلها فوجدوا لما بيلاقوا نسبه كبيره مشتركه في عوامل معينه بيبتدوا يحطوا الايه، يحطوا العوامل ديت ان هي ديت احد الاسباب. يعني هل مثلا نقدر نقول إن عشان برضو الستات المليانين ما يزعلوا ما يخافوش، ما احنا يعني الستات كتير ما لا قلت سؤال احنا هي مجموعة. بص حضرتك يا دكتور، يعني هي نسبة ظهور المرض عند هي مجموعة عوامل. اه وانا شفت سرطان ثدي في ستات رفيعين جدا. هي مجموعة. هل في عوامل معينة مرتبطة؟ في بقى حاجات متقدمة، في عوامل جينية، في جينات معينة موجودة على الكروموسومات لما بيحصل فيها طفرة ممكن تؤدي الى الساده. في حاجه اسمها بي ار سي اي 1 وبي ار سي اي 2 لما يحصل فيهم طفره، دول جينين موجودين في كروموسومات الست، لما يحصل فيهم طفره معينه ده قد يؤدي الى سرطان الثدي وسرطانات اخرى معاه، لدرجه ان بره في انجلترا بيفحصوا الجينات ديت، لو لقوها حصل فيها طفره الست بتروح تشيل ثديها كوقايه ان ما يجيلهاش سرطان. يعني شفت حضرتك في حاجات متقدمه جدا، يعني في حاجات. طب وما انا برضو مش عايز اقول ان لو حد في العيله سواء الام او الجده
عندها هذا السؤال بقى اللي هو هل المرض الوراثي سرطان قبل كده في دايما عايزين مش عايزين وراثي معناه ان انت هتورثه بنسبه معينه لكن احنا بنقول في عامل جيني. عامل جيني يعني ايه؟ زي مرض السكر. مرض السكر مثلا وجدوا ان كتير جدا من عندهم مرض السكر حد من الاباء كان عنده الاب او الام وجدوا حاجه زي كده او الجد فقال لك ايه في عامل جيني لكن مش معنى طب ما في عيله بيبقى الام مثلا عندها سكر والعيله ديت عندها اربع ابناء يطلع اثنين عندهم واثنين ما عندهمش في كده طب هنقول وراثي لا مش وراثي جيني هو في عامل جيني مع عوامل تانية بتساعد بتظهر ايه بتظهر لو حبينا كجانب وقائي على سبيل المثال يعني كانت ام وعندها الورم غير حميد بنتها بقى من بدري تبدا تفحص نفسها فحص من زيتي من امتى بقى تبتدي تهتم بالفحص والتردد على الطبيب؟ ما احنا زي ما قلنا من سن 20 سنه وعندنا برامج للكشف المبكر يعني عند سن 37 سنه ده اي واحده ست انصحها انها تعمل الماموجرام ده كان زمان بيقولوا 40 دلوقتي قال لك 37 شغال ممكن في برامج بره في انجلترا من سن 50 لغايه 70 بيعملوا الفحص دوت بصفه دوريه كل 3 سنين في رجعوا دلوقتي وسعوا الدائره شويه قالوا لغايه 72 ونزلوا تحت لغايه 47 سنه انا لو عندي ست بقى عندها مشاكل يعني عندها حد في العيله من قرايب من الدرجه الاولى وهم طالعين كده عندهم المرض دوت او جالهم يعني في تاريخ ان جالهم حاجة خبيثة لا تبتدي بقى من سن مبكر تفحص نفسها تروح لدكتور يشوف يعني تعمل ماموجرام وحد يفحصها وهي تفحص وتبتدي تدور على انها تكتشف ناخد اتصال من ايمان من الدقهلية ونرجع تاني نتكلم عن التشخيص بالماموجرام فضل. ايمان معنا ايوه السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام سؤالك يا استاذ ايوه اتفضلي معايا اتفضلي يا فندم حضرتك انا بقالي سنه كده كان بحس ان صدري بينزل حليب حضرتك عندك كام سنه عندي 34 سنه متزوجه طبعا ايوه متزوجه ايوه متزوجه عندك ابناء عندي ثلاث اولاد اخر طفل عمره قد ايه اخر طفل عنده 4 سنين ونص فلما رحت كشفت نسا عند فقلت للدكتوره يعني صدري بينزل حليب وكده فقالت لي اعمل تحليل اسمه برولاكتين ايوه وطلبت مني اعمل اشعه علشان تتاكد يعني من فقالت لي اللي بينزل من صدرك ده صديد هو لونه اصلا زي الصديد لونه اخضر اخضر ايوه فقالت لي اللي بينزل ده صديد مش حليب لان ابنك عنده 4 سنين ونص فطلبت مني اللي انا يعني بقى تديني ادويه حاجه اسمها تبريجامون ومفيش نتيجه فقالت لي اروح لدكتور جراح فروحت لدكتور جراح طلب مني اعمل اشعه اللي هي ماموجرام تمام وبعدين عملتها و هو قال لي انت عندك الغدد اللبنيه ملتهبه ومحتاجه ان انت تعملي عمليه تستئصاليها يعني ملتهبه قال لك القنوات ولا الغده ولا الغدد قال لك القنوات ولا الغدد قال لي الغدد اللبنيه ملتهبه هي اللي بتسبب ان الصديد ده بينزل طيب معلش هو الصديد ده لما حضرتك بتيجي تعصري بصي حضرتك يا الحلمه تقريبا فيها 20 فتحه صغيره بتاعه القنوات يعني من 16 ل 20 فتحه تحسي ان ده بيجي من الحلمه كلها ولا بيجي من جزء مثلا صغير كده في الحلمه من جزء حتى هو لما انا اتكلمت مع الدكتور الجراح قال لي هما مثلا عندك سبع اجزاء من هما اللي بينزلوا تقريبا تمام هو شرح لي كده يعني قال لي ممكن عندك 7 أو 9 هما اللي بينزلوا هما اللي طب هو بص حضرتك هو انا طبعا من كلام حضرتك فهمت التشخيص هو ده بيبقى بنسميه احنا حاجه اسمها دكتكتيزس او القنوات بتبقى متسعه مع بعض الالتهابات اللي بتدي اللون اللي حضرتك شفتيه ده لكن عملت مزرعه ايوه فعلا هو قال لي كده بس حضرتك هو انا لما قلت له انا مش عايزه اعمل عمليه هو قال لي انت هتخلفي تاني يعني انت ناويه يعني تخلفي تاني قلت له لا يعني الحمد لله انا معايا 3 اولاد تمام فقال لي طيب انت يعني ممكن ناجل الجراحه دي شويه فقلت له حضرتك ممكن تديني علاج حتى لو انا هطول عليه يعني
فهو كتب لي الكابريجامون اللي كانت الدكتوره بتاعت النساء بتديهولي، قال لي تاخده نص قرص كل اسبوع، يعني انا باخد في الشهر شريط اللي هو بيبقى فيه قرصين، قال لي تاخد نص قرص كل اسبوع لمده 6 شهور. وانا الوقت حضرتك بقالي 5 شهور، ولما جيت اجرب اشوف يعني صدري بجيب فضيض ولا لا، لقيته لسه بيجيب. طيب ما انا هقول لحضرتك على حاجه، عملتي الاول مزرعه للصديد ده، شفتي ده صديد عشان نشوف ده صديد ولا حاجه تانية ولا مجرد افرازات عاديه، هل عملتي مزرعه؟ لا ما عملتش مزرعه ولا حاجه، انا عملت بس الماموجرام من 5 شهور اهو. والماموجرام الماموجرام طلع مطمئن، اداكي حاجه اسمها بيراد، بيعمل حاجه اسمها بيراد من 0 لـ5، هل قال لك بيراد كام؟ عاده ده هيبقى بيراد قليل من الكلام اللي حضرتك بتقوليه من الوصف اللي انت بتوصفيه. طبعا انا بسمع من حضرتك، انا عشان بس ما اديكيش اجابه من غير ما انا لا شفت فحوصاتك ولا شفت حضرتك ولا شفت الموضوع ده. انت حضرتك هتراجع الجراح وتقولي له وضعي 1 2 3 4، انت متضايقه يبقى نعمل جراحه. هو طمنك وقال لك انا بس مشكلتي يا دكتور ان مش بستحمل حد، يعني لو الولاد مثلا حد يجي يلمسني او حد يجي يحضنني يجي جري عليا ما بستحملش حد يمسكني. طيب ده خلاص يعني ده طيب ماشي، هو ده بقى كده عندنا حاجة هنا تستدعي ان احنا نخلص منها، يعني ان دي حاجة بقت بتضايقك وبتعمل لك مشاكل. وهو قال لك هيعمل لك أيوة يعني الجراحة ازاي؟ دايما قال لك هعمل لك جراحة 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 هستأصل القنوات دي بس، ولا قالك هيستأصل جزء من الثدي؟ قالك ايه؟ لا لا لا، قال لي هستأصل بس الغدد اللبنية القنوات اللي هي هي القنوات اللي عاملة لك المشاكل دي. بص حضرتك أيوة. ما دام الموضوع طول معاكي كده والعلاج مش نافع معاكي ومضايقك، توكلي على الله واعمل الجراحة. توكلي على الله. شكرا على اتصالك، وناخد النصيحة الأخيرة للأستاذة إيمان إن هي تعمل جراحة تعمل جراحة ده أفضل ليها عشان ما يحصلش مضاعفات أو ما لا، هي متضايقة منها، هي 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 تعباها. طب يعني حاجة أخيرة عشان وقت حلقتنا يعني انتهى، ولكن في حالة زي حالة الأستاذة إيمان أما تحب تعمل تشخيص الماموجرام وهي أصلا عندها آلام في الصدر، فازاي تتحمل التشخيص الماموجرام وهو اصلا يعني بيبقى مؤلم شويه؟ لا هو الماموجرام يعني معلش هو بيتعاملوا معاه بطريقه جنتل اللي بيشتغل بيه، هتتحمل اللحظات اللي هتاخد فيها الاشعه لكن هتطمن بعد كده. وهو الماموجرام ده ما شاء الله عليه رهيب جدا في اكتشاف الاورام مبكرا، برضه عاملين سيستم حلو، او ده امريكان سيستم، حاجه اسمها البايريد من 0 لـ5، 0 1 2 3، احنا هنا كده اوكي، 4 5 4 ده في قلق، 5 ده في مش في قلق، ده 5 ده خلاص الموضوع يعني خلاص، ده غالبا ده سرطان يعني. فسيستم جميل جدا بيعمل الارمنج على تنبيه لنا كجراحين وللمراه ان هي لازم يحصل فيه تدخل ولا ما يحصلش، ولا هنتابع كل 6 شهور ولا هنتابع كل سنه ولا هنتابع كل 3 سنين. لكن الموضوع ما يقلقش، وناخد رسالة حضرتك المطمئنة ونطمنهم كمان لا ويعملوا الماموجرام. احنا عندنا في مصر الحمد لله رب العالمين في مبادرات جميلة جدا يعني صحة المرأة، مبادرة صحة المرأة دي حاجة من الحاجات واللي كمان بتشتغل خصيصا على لا في ده فيها فيها فحص الكشف المبكر وفيها أشعة وفيها كل حاجة، دي مبادرة جميلة جدا ودي موجود مراكزها المنتشره موجوده وده على فكره ده معناه ان مصر متقدمه في الصحه، لان الحاجات اللي زي كده دي خاصه في الاونه الاخيره يعني مش موجوده والله في بعض الدول المتقدمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي وحقيقه يعني حلقه مفيده جدا، مطمئن كل السيدات، وبنقول ان صحه المراه يعني من صحه المجتمع. بنشكر الدكتور احمد سعد عضو كليه الاطباء والجراحين الملكيه بجلاسكو واخصائي الجراحه العامه، شكرا جزيلا. تحت امر حضرتك. اعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.